ام ياسر، سلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. لا انا عايزه الصوت العالي يا ام ياسر. ايوه سلام عليكم. الله، ايوه كده، اتفضلي. ايوه لو سمحت يا دكتور. نعم. انا عندي ابني الكبير ما بيكلمناش. ابنك ايه يا ماما؟ ابني الكبير ما بيكلمناش، هل ده عقابه ايه يعني عند ربنا؟ ما بيصليش؟ لا ما بيصليش. وايه كمان؟ ومتجوز بقاله 17 سنة معانا في البيت كمان. ونزل طلع علينا ولا اي حاجة، ولكن يعرفنا انا وابوه. ده بقى يعني الشيطان راكبه من فوق لتحته يعني. بس يعني طيب، وزوجته، زوجته دورها مع ايه؟ زوجتي بنت اختي و ساكتة عليه. يعني بتصلي هي بس وسابها هو في حاله؟ ما اعرفش بتصلي ولا ايه والله كمان. طيب، هو عموما ده راجل بالغ عاقل يعني مكلف ومحاسب على كل تقصير، تقصيراته محاسب من الله سبحانه وتعالى. ومع هذا احنا نحاول مرحلة الهداية، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وحاولة الهداية الأب هو الدور الأساسي فيها، لأن ربنا بيقول وأمر أهلك بالصلاة. شوف بقى، وأمر أيها الزوج أهلك اللي هم زوجتك وولادك بالصلاة واصطبر عليها. يعني مش مجرد يا ابني انت ما بتصليش ليه؟ يا ابني حرام عليك. لا، تعالى يا ابني نصلي سوا، تعالى انت خليك الامام وانا هبقى جنبك، بالاسلوب اللي يشعره بخطأه. ادي الصلاة اللي بتنهى عن الفحشاء والمنكر، اهي دلوقتي خليته نقاطعكوا كمان، يعني ممكن لا قدر الله يتحول الى مجال الجريمة بسبب ترك هذه الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله سبحانه وتعالى. أنت أولا تدعي له، تدعي له بإخلاص، وانسى إن هو مقاطعك دلوقتي، وبعد كده هوت تخليه زوركم وأنتوا تزوروه، وبعد كده أثناء زيارته لكم أو زيارتكم له تصلوا ويصلي معاكم. مرة في مرة إن شاء الله ربنا هيهدي نفسه للصلاة ولكل السلوكيات والأخلاق الحميدة.